بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجعنا إلى قراءة السنن الترمذي أو جامع الترمذي إن شاء الله، بعدما حال بيننا وبين القراءة الأيام المباركة الحج مع إخواننا الحجاج. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في قراءتنا وأن ينفعنا بما قرأنا وتعلمنا. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن الجامع في كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي من الثقات المعروفين، قد مضى بنا كثير، أنه قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل المدني صحيح الكتاب وفي حفظه بعض اللين، عن عبد الله بن مسلم الفدكي، عبد الله بن مسلم الفدكي وهو ضعيف، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد ومحمد بن عبيد وسعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد ثقة، وأخوه قالوا إنه مجهول لم يعرف عنه ولم يعرف عنه إلا واحد، وهو عبد الله بن مسلم بن حرمز. أنا أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وجاءت رواية أيضاً بهذا المعنى عند الآخرين: فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الحديث هنا وإن كان الراوي ضعيف لكن له بعض الطرق أو يعني له شواهد حسنها العلماء هذا الحديث. فمعنى الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، المقصود منه المخاطب به أولياء البنات، كذلك الظاهر بالعكس، أولياء البنين أو الأولاد، إذا المخاطبون الشباب. إذا جاءت امرأة صالحة وأنت ترغب في غير صالحة، تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا حصل إنسان امرأة صالحة فقيرة ولو كانت غير جميلة كثيرا، فهذا خير له ممن تكون كالمرأة الحسناء في منبت السوء. فبذلك على كلها المخاطب به: وإن كان الرجال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، والمكتوب والمخاطب به أولياء أمور البنات، فأنكحوه، إلا تفعلوا، إن لم تفعلوا أي لم تنكحوا من ترضون دينه وخلقه، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفساد ربما يكون تكون المرأة صالحة ووقعت في يد رجل طالح، فربما يكون وراءه فساد أيضا، ولا يجتمعان ربما يفترقان، فساد، ووراءه ربما يكون القتل والقتال. ولذلك في الحقيقة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تظفر بذات الدين وطلبت غير ذات الدين فقد هلكت، تربت يداك، كأنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يرضى بالمرأة الصالحة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه كأنه إشارة، لأنه من ترضون دينه وخلقه معناه ماذا فيه وراءه؟ جاء في تفسيره قالوا: وإن كان فيه، أي وإن كان فقيرا وإن كان ليس عنده مال. قال: إذا وإن كان فيه، أي إن كان غير كفو أيضا،
لأن الكفاءة في الدين لا كفاءة في النسب. كذلك وإن كان فقيرا كما قال كما فسر بعضهم وإن كان فيه فزوجوه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا ينبغي للإنسان أن يبحث عن الرجال الصالحين لمولياته لبناته، كذلك أصحاب البنات ينبغي أن يبحثوا أو الشباب ينبغي أن يبحثوا عن النساء الصالحات. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن المرأة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يعني مما يذكرون بالأحدان أن بعضهم ليس له إلا حديث واحد، فمنها أبو حاتم المزني الصحابي رضي الله عنه، وربما يكون لم يطل جلسته ومجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام قد فاز بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت له فضيلة الصحبة، ولا ينبغي لإنسان أن يتنقص منه شيء. باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. ثلاث خصال أي ثلاث حاجات، أو لأجل ثلاثة أمور. قال: حدثنا أبو أحمد بن محمد بن موسى. أحمد بن محمد بن موسى هو لعلكم سمعتم أنه السمسار، ومن قبل مضى بنا من الثقات. قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو الواسطي وهو أيضا ثقة، أنه قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان وهو العرزمي صدوق، أنا عطاين أن جابر رضي الله عنه هو عطاء بن أبي رباح جابر صحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها، أي لأجل دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا: تنكح المرأة لأربعين. هنا ثلاث خصال. وقعت هذه الرواية عند الترمذي رحمه الله، فيها ذكر ثلاث خصال فقط: تنكح على دينها، بعض الناس يرغب لدينها، بعض الناس يرغب في جمال لأجل مالها، وبعض الناس يموت على جمالها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بذات الدين تربت يداك. هناك حديث جاء فيه: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. ففيه زيادة الحسب، لأن الإنسان قد يكون من حيث القبيلة ومن حيث الحسب والنسب قد يكون دنيا، فيريد أن يرفع به خصيصته فيبحث عن امرأة قد تكون ذات نسب. لا، إن كانت في المنبت السوء، وإن كانت هي ذات حسب ونسب ومال وجمال، لا ينبغي، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في رغبة الناس في مثل هذه المرأة. لكن هل مثل هذه النساء تترك والخبيثون للخبيثات وكذا؟ من الممكن أن يكون الإنسان إذا كان في الحقيقة هنا مسألة النظر في إصلاح أو صلاح المجتمع، إذا تركت مثل هذه المرأة التي ربما تكون ظاهرها ليس سالم، بمعنى ليست معناه يعني ترتكب الفاحشة، إنما ربما تكون رقيقة الدين، قليلة الدين، لا تتحجب، لا تصلي، فمن الممكن أن يكون هناك ناس يرغبون فيها ولعلهم يسلكون بها طريقة الصلاح إن شاء الله. فإذا كانت بهذه النية أيضا فهذا مطلوب في الحقيقة، وإلا لو تركت مثل هذه فربما فتح عليها باب الشر، أو فتحت على نفسها وعلى أهلها باب الشر كثير. فالمسألة في الحقيقة ينبغي أن يكون الإنسان بصلاح النية يبحث عن صالحة، لكن إذا كان بصلاح النية يأخذ بنتا فقيرة ربما تقع في أو بنتا ليست ذات حسب تقع في فساد وكذا، فيحويها ويأخذها لأجل هذا المعنى ولعله يصلحها، فهذا أيضا يكون له إن شاء الله فيه خير. فإن لم يمكن إصلاحها فله طريق وهو الطلاق. نعم.
تنقه المرأة في الغالب الناس يرغبون فيها، فاظفر بذات الدين، أي إذا أخذت ذات الدين ذات الدين فقد ظفرت وأفلحت ونجحت. نعم. وهنا أيضا لا دل على أنه لا اعتبار في الإسلام للكفاءة في النسب، للكفاءة في النسب. ونجد في المذاهب، في المذاهب إذا قرأنا فيقولون حتى مالك رحمه الله وغيرهم قالوا إن الحجام لا يكون كفوا لغير الحجام. وفيه حديث منكر جدا جاء: المسلمون بعضهم أكفاء بعض إلا الحجام والحائك، هكذا جاء. وفي رواية خياط الظاهر. فالحاصل هذه رواية ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون كلهم أكفى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة وهم من قبيلة قريش: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وكان أبو هند حجاما. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي. نعم. قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة، عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال أبو إسحاق: حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول هنا: أما حديث عائشة وفي الباب عن عائشة، قال: لينذر من أخرجهما، وعبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه، ولفظه ذكر لفظه هو هنا: لا تزوج، لا تزوج النساء، أي لا تتزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تزوجون. هذه الرواية حكموا عليها ضعيف، لكن معناها في الحقيقة صحيح: فلا تتزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تتزوجوهن على الدين، أي تتزوجوهن على الدين. ولا أمة سوداء ذات دين أفضل من امرأة جميلة، كما جاء في رواية ابن إلا. نقول أيا كان، يعني لا يكون المقصود منها هنا، لم يذكر، يقول في الباب كذا فيذكر الأحاديث، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الحسب، لكنه بالفعل الحديث الذي جاء فيه أنه لحسبها، أن الحديث: تنكه المرأة على إحدى ثلاث خصال. وأما رواية مسلم أظن أنه هو الذي فيه لأربعين، شوف أنت أخرجها: تنكح المرأة لأربعين، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. نعم. الحسب قد يكون، الحسب أيضا الآن تعرف الحسب قد يأتي بالمال، وقد يكون هناك حسب لكنه قد يحتقرونه، والمرأة تكون عالية رفيعة رأسها عليها، رافعة رأسها عليه، وربما تعيره أنك من قوم دون وكذا، فهذه كلها تأتي والله أعلم. لكنه إذا كان يعني الحديث لم يأتي به ذكر الحسب وذكر المغبة، مغبة الحسن، المال عسى أن يطغيها، والجمال عسى أن تزول، جمال لأجل من لسبب من الأسباب قد يحصل، جرحت، عرقت وكذا، أشياء كثيرة تحصل. لكن الحديث من حيث الإسناد ضعيف كما ذكر. نعم. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، الذي المرأة التي يريد أن يخطبها ينظر إليها. هذا فيه إشارة إلى أن النساء لو كانت تمشي كاشفة وجهها في الحقيقة ما تحتاج أن نظر خاص، ما هو كذا يترصد لها في طريقها وينظر فيها، لكنه هنا نظر خاص بمعنى قد تكون هي متحجبة، يحتاج أن تسفر وجهها أمامه بوجود محارم. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة الإمام. قال: حدثنا ابن أبي زائدة. من يكون هذا؟ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة من الثقات المعروفين، أنه قال: حدثنا عاصم بن سليمان، وله لقب خاص وهو الأحول. نعم.
عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن بكر بن عبد الله المزني التابعي الثقة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم بينكما أي يدام بينكما الحب والمودة. يؤدم أدم، وقد قالوا آدم أيضا، لكن أدم يأدم أن يديم بينكما المحبة أيضا. هو في الحقيقة هذا معنى واضح جدا. إذا تزوج ولم يرها، أو زوجتها أمه، زوجته أمه، زوجه أبوه وما رأها مطلقا، يعني هم رأوا ربما لا تعجبه هو، فيكون نتيجته على كل حال فشل الزواج. ولذلك من أول إذا رأى، وهي رأته أيضا، لأن كل واحد يرى الثاني. إذا كان لم ترى هي أيضا وزوجت، ربما كرهته، ربما كرهته، وهذا قد يقع لا شك فيها. فلذلك يكون للآباء عذر إذا كانت هي فيما بعد تقول أنا ما أحبه، أنت رأيت كيف ما تحبه وكيف ما، يعني المسألة على كل حال واضحة جدا بأن النظر المخطوبة، النظر عامة إلى المحرمات، النظر إليهن هذا منهي عنه، لكنه في هذه الحالة هل يكون للوجوب؟ انظر إليها. الوجوب قال بعضهم واجب إذا كان يترتب عليه أو يخاف أن يترتب عليه فساد، وليس بلازم أن ينظر، لأن هناك هو هذا الذي أنا أذكر صحيح مسلم أنه تنكح المرأة لأربع، أي لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي رواية، وهو من رواية أبي هريرة، وفي رواية الترمذي لم يقع إلا ثلاث، إلا ثلاثة، نعم. فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. جاء في الروايات أنه قال لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما أعجبتني. فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما أعجبتني. وجاء في بعض الروايات أنه ما أحد، هذا في أظن مجمع الزوائد وكذا، ما أحد أخواته إخوانها كان ينظر من خلل الباب، ربما لأنها تكون هي جالسة. على كل حال النظر وجها لوجه هذا هو المطلوب في مثل هذا، حتى يرى كل واحد الآخر، ولا يكون عذرا. لا تقول البنت أنا ما رأيته، ولا يقول الرجل أنا ما رأيتها. وما هو القدر الذي يرى؟ الظاهر لا يرى إلا الوجه والكفين، قالوا هذا هو الصحيح في مثل هذا، لأن الوجه والكفين هما دلالة على الجمال وعلى نضارة الجسم، لأن الكف إذا كانت هي كبيرة السن فربما يكون لها أثر عليها، وطراوة الجسم يدل على، وخاصة الكف، الكف هذا له معنى، سواء كان النظر إلى النظر إلى من داخل الكف أو خارج الكف له معنى كبير، هذا معروف هذا. فلذلك على كل حال قالوا النظر إلى الوجه والكفين، لكن هل يجوز أن ينظر أكثر من هذا؟ من الغريب، من أغرب ما ينقل من ابن حزم رحمه الله أنه يجوز له أن ينظر حتى إلى سوأتيها، الله المستعان. وهذا نحن يعني نتقزز من كلامه هذا، فكيف ينظر إليها؟ الإنسان ما يحتاج أن ينظر إلى، إنما إذا شك فيما المصلحة تقتضي أن يقال، إذا شك في شيء في ظهرها مثلا بياض، أو في ظهرها مرض حبوب أو شيء، فترسل من أمها أختها من يثق بها حتى تنظر هي وتخبره باليقين إن شاء الله. أما لأن الناس ما يرضون أن تكشف بنته ثم يتركها هكذا، فيثق بأمها فيرسل أمها انظري كذا. جاءت رواية، كنت يعني أبحث في هذا الباب رواية لكني ما وجدتها صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة فقال انظري إلى شعرها وشمي مع عوارضها ومعاطفها. الرواية ما هي صحيحة،
لو كان صحيحا كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر بنفسه لو كان صحيحا. انظري إلى إنام شمي مع عوارضها ومعاطفها وانظري إلى شارها كأنه بهذا المعنى. فالرواية هذه عند ابن سعد في طبقات وغيره لو صحت، لكن النظر ويودي بالقول بأنه إذا شك في غير الوجه والكف مرضا أو شيئا بياضا أو كذا فيجوز أن أو صغر الشعر يريد شعرا جميلا أو كذا شقر أشقر أو كذا، فكل هذا يكون عن طريق نساء يثق بهن من أخواته من عماته من خالاته إلى آخره. نعم هذا صحيح، وهو أيضا ذكره أظن الطبراني وهي رواية صحيحة هذه، وهي أن علي رضي الله عنه، وهذه قصة معروفة، قاتل الله الرافضة يعني علي رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه خطب إلى علي أم كلثوم بنت فاطمة، فقال عمر رضي الله عنه والله ما لي من باه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأردت أن يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وسبب. فقال علي رضي الله عنه أرسلها إليك فإن أعجبتك فهي زوجتك. فلما جاءت هذه الرواية جاءت وهي صحيحة فيما بما قرأت أنا من قديم يعني أذن جماعة، فقال لما جاءت فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لطنت وجهك، لولا أنك أمير المؤمنين، هي أم كلثوم بنت علي، قالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمت وجهك. هذه رواية أنا ظهر لي أنها صحيحة، أنا كنت أدرس الموضوع فأذكر أني جمعت الروايات، فهذه رواية صحيحة. فغاية ما فيه الساق لا بأس فيها، كشفت عن ساقها أو كشف عن ساقها، لكن السوءتين وكذا هذا كلام مستقز منه في الحقيقة. نعم. وفي الباب عن محمد بن مسلم وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد ذهب حسن في اصطلاح الترمذي ماذا الرواية في الحقيقة هنا رواته أو رواة الرواية كلها ثقات، كلهم ثقات أسباد، لكنه يقول حسن، وعلى قوله حسن أنه له فيه ضعيف لكنه ليس متهما بالكذب، ما هو كذا، وجاء من وجه آخر أيضا. وهذا الحديث إن شاء الله صحيح لذاته، وحسن الظاهر لم يستعمله الترمذي هنا باصطلاحه الذي اصطلحه، إذا قلت حسن فهو أنه لا يكون في رواته من يتهم بالكذب، وجاء الحديث من طرق أخرى. الحديث صحيح لذاته إن شاء الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما، ما لم يرى منها محرما ماذا؟ والله أعلم، قد يكون أكثر من الوجه والكفين، وهو قول أحمد وإسحاق، ومعنى قوله أحرى أن يدم بينكما أي أحرى أن تدوم المودة بينهما. هنا قال قد ذهب بعض أهل العلم قال لا بأس أن ينظر إليها، قال النووي في شرح مسلم تحت حديث أبي هريرة فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد جماهير العلماء، وحكى القاضي أن قوم كراهته. قاضي إذا كان قصد النووي أو يذكر القاضي، قاضي عياض في شرح مسلم الظاهر. وهذا مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة، ثم إنه يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، هكذا قال. هل ليس بعورة؟ هذا كلام النووي رحمه الله، لكن هذا لا يوافق عليه، لأنه إذا كان ليس بعورة فلماذا يقال انظر إليها؟ يعني يجلس في أي مكان، أما أن يكون ينظر إليها بصفة خاصة. هي المشكلة أنه قالوا أن أصحاب المذاهب كلهم يقولون أن الوجه الكف ليس بعورة،
وهذا القول ليس بصحيح فيما يظهر الله أعلم، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال بالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأ ظاهر منابذ لوصول السنة والإجماع. ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد الجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها. نعم في غفلتها. وأن مالك يتخبأ لها أو فجأة إذا أدخل كما يفعل الناس، يفعل الناس يعني أدخل الخاطبة الوالد أو الأخ في المجلس وطلب منها الماء أو كذا وهي ما عندها خبر، فجاءت كأنها تدخل على أبيها وأخيها، وفي هذه الحالة تنظر إليها وهي غافل عن هذا، ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وأن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها. على كل حال والله أعلم، هي لابد أن يكون يعني هناك لو هيئت لهذا الغرض وقيل لها ياتيك وينظر إليك، وفي هذه الحالة إذا إن شاء الله رآها لا يكون بأس إن شاء الله، قد يكون هذا أحوط بما أنه بأنها تأتي وهي غافلة ربما لا يقدر أن يراها كما ينبغي. فالحاصل أن يريها أهلها رؤية واضحة جدا، ربما تجلس هي معه مع المحارم أو مع المحرم وتتكلم حتى يعرف أنها تعرف تتكلم. ربما تكون هي لثغة، ربما بكماء، ربما كذا. واحد قال واحد خطب المرأة فقال ماذا علمك بالصرف والنحو؟ قال أريد منك ألا تصرف راتبك إلا على نحو ما أريد. فعرفت الصرف والنحو بهذا المعنى، فالله المستعان. فإذا كان الإنسان ربما يريد أن يعرف علمها، أخذت كلية، أخذت ماجستير، وربما يعني إشاعة فقط، يعني كل هذا داخل في المسألة إن شاء الله إذا جلس مع المحارم يختبرها لا بأس فيها. باب ما جاء في إعلان النكاح. قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا هشيم هو ابن بشير، نعم شيخ الأئمة الإمام أحمد وغيره، إلا أنه كان مدلسا، وغير أنه هنا قد صرح بالإخبار. حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا أبو بلج أو أبو بلج هكذا قالوا بالام سك بالسكون الظاهر ابن حجر قال بلج، وهو يحيى ابن سليم أبو بلج صدوق له بعض الأخطاء، لكن هنا إن شاء الله ما أخطأ لأن الحديث قد وافق عليه الآخرون أيضا معه. عن محمد بن حاطب الجمحي وهو الصحابي رضي الله عنه من الصحابة الصغار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. الدف والصوت، نعم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت، هو الذي جاء في رواية أخرى أعلن النكاح. أعلن النكاح إلى هنا صحيح، وجعلوه في المساجد هذا ليس بصحيح، واضربوا عليه بالدف أيضا في ذاك الحديث يوافق هذا الدف والصوت. الدف معروف هذا وهو مثل الغربال، وكما جاء في حديث آخر واضربوا عليها بالغربال أيضا، فهو في شكل الغربال لا يكون مثل الطبول الكبيرة وغيرها، إنما الدف. لكن من الذي يضرب الدف؟ هي الدف للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان بعض النساء قد تزوجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بعثتم إليهن الجواري يضربن بالدف ويقولن؟ فقالوا يا رسول الله ماذا يقولن؟ قال يقولن أتيناكم هذا هو الصوت، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاركم، ولولا الحنطة السمراء ما حلت، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. فمثل هذا إذا كان غنى إن شاء الله عفيفا نظيفا إن شاء الله، وخاصة من النساء فيما بينهن أو من الجواري الصغار،
من الجواري الصغار ليس فيه حرج. أما إذا كان الرجال، الإمام مالك رحمه الله سئل هل يضرب الرجال بالدف؟ قال لا يضرب عندنا الرجال الدف إلا المخنثون، هكذا قال مالك رحمه الله، لا يضرب الدف عندنا إلا المخنثون. المشكلة الإخوان الآن في كل بلد هذا الله المستعان يأتون بالطبول، يأتون بكذا وكذا، وعند الإخوان الليبيين يقولون إنه دربوكا ما أدري إيش هو دربوكا، خاص نو خاص هي، لكن هذا ليس دفا، هذا ليس دفا، هذا يكون طويل عريض، صوروا لي أرسلوا لي صورة، وهذا ليس دفا، هو الدف فقط ينبغي أن يكون، والله أعلم، لأن هذا الشيء ليس، لأنه لو زيد لزاد إلى مزامير والطنابير وغيرها وغيرها، وهذه كلها من أصوات الشياطين. نعم. قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع، ليس الربيع، والربيع بنت معوض. قال أبو عيسى حديث محمد بن حاتم حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم، ابن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا، ومحمد بن حاتم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. نعم. فالحديث على كل حال صحيح، والحديث الذي في صحيح البخاري أنها زفت، قالت عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، هكذا. وفي رواية الشريك فهلا بعثتم ماها جارية تضرب بالدف وتغني، هذه كلها يكون معناه أنها هي الجواري أو بنات الصغار، أو إذا كانت النساء فيما بينهن يغنين إن شاء الله بشيء ليس فيه يعني حث على الفجور والفواحش، جاز إن شاء الله. ثم قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري، عيسى بن ميمون الأنصاري، هذا الحديث مداره عليه وهو ضعيف، عيسى بن ميمون وهو الأنصاري ضعيف الحفظ، عن القاسم بن محمد هو قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، أعلنوا هذا النكاح، هذا صحيح إن شاء الله بمعنى فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، واجعلوه في المساجد، هذا الجزء لم يثبت عليه الحديث، فضرب الدف وكذلك الإعلان بمعنى الصوت وغيره يكون، أو بمعنى الإعلان الشاهد لابد أن يكون هناك شهود، هذا كله جاء في أحاديث أخرى، لكن هذا اللفظ بهذا اللفظ لم يصح هذا الحديث الذي فيه اجعلوه في المساجد. وهناك ناس في الحقيقة لعل لأجل هذا الحديث وكم من الأحاديث الضعيفة قد تجعل في الناس لها على كل حال رواج كبير ويعملون بها، ولذلك كثير من الناس يشتهون أو يشتاقون أن يكون النكاح في المسجد، والآن ترى الحرم أيضا الناس يملؤون الحرم من في هذه المسائل أو في هذه المناسبات والله أعلم، فينبغي على كل حال أن يكون في أي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قد تزوج ناس كثير ما كان يعرف، لو كان في المسجد كان يعرف، ثم يأتي عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ زعفران، قال ما هي ما هو الأمر؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال ماذا أصدقتها؟ قال وزن نواة من الذهب، قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، فما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في المسجد ربما يكون أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل على كل حال اتخاذه في المسجد و يعني اعتقاد أنه يكون أوثق وكذا هذا خطأ، وقد جاء بلفظ أعلن النكاح عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه بإسناد صحيح من الطرق الأخرى أيضا. ثم قال الإمام رحمه الله موجود، قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب،
وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. حسن لا يكون جميع طرقه جميع، هذا غريب حسن. لما قال غريب والله أعلم، غريب حسن له معنى خاص، وهو ضعيف في الغالب، إذا كان غريب فهو ضعيف، لكنه لما قال غريب حسن يبدو والله أعلم حسن المعنى، أو يقصد أنه يكون قد تابعه أو شهد له الحديث الآخر، لكنه لابد أن يقال أنه اجالوه في المساجد ليس له ما يقويه، ليس له ما يقويه. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي النجيح، هذا غير، يقول كأنه يقول عيسى بن ميمون الأنصاري، وذاك عيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح، التفسير هو ثقة. متفق المفترق جزاه الله خير قد بين لنا، لا يظن أحد أن هذا هو عيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير وهو ثقة، فكيف تضعفه يا الترمذي؟ نعم. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري ثقة أو صدوق، قال حدثنا بشر بن المفضل. بشر بن المفضل قد مضى بنا كثير في دروسنا السابقة، بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي الثقة، قال حدثنا خالد بن ذكوان، هو خالد بن ذكوان المدني أيضا ثقة، عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني أبي، غداة بني أبي بنى بالمرأة، يعني دخل عليها زوجها، يعني اختلأ بها، قد يكون خطبت وبعد الخطبة ربما تزوجت ولم تزف، فليلة الزفاف بني أبي أي ليلة زفافي، ليلة زفت هي، قال دخل علي غداة بني أبي فجلس على فراشي كمجلسك مني، تخاطب خالد بن ذكوان ربيع بنت معوذ وتقول كما أنت جالس في هذا المجلس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على فراشي كمجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكتي أنا هذا وقول الذي كنت تقولين قبلها. يعني القصة إذا كان تذكر من قتل من آبائها لا بأس فيها، لكن الذي تقول وفينا نبي يعلم ما في غده هذا ليس هو صحيح شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى، لا يعلم فيما غد إلا الله عز وجل أو من أخبره الله عز وجل. فلذلك لما كان هذا الكلام من المناهي أو من الكلام الذي لا يجوز أن يتكلم أحد في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعى بما بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقال أسكتي عن هذا وقولي الذي كنت تقولين. هنا السؤال فقط، يعني الأصل فيه أنه جويريات يضربون الدفوف ويندبن، يعني فيهم أصوات والغناء وغيرها، هذا إن شاء الله من الجويريات الصغار لا يكره، لكن الإشكال في الحديث فجلس على فراشي كمجلسك مني. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على فراشي الربيع بنت معوض وهي أيضا الظاهر جالسة في جانب من الفراش. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لها أم ماذا؟ العلماء قالوا ليس فيه جواز، قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، ممكن من وراء حجاب، وهذا الذي نحمل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب لا شك فيه هو، ولكنه ما كان يجأل النساء كلهن النظر إليهن أو إمساك يدهن أو مسهن، ما كان يجيز له صلى الله عليه وسلم. وعائشة وهي زوجته، والزوجة تكون في هذه المسألة من أكبر حس من أي أحد، ما هو كذا؟ قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط.
فلذلك لابد أن نؤول أنه قد يكون الحجاب والبيوت صغيرة وكذا، قد يكون الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس هنا وهي جالسة على الفراش والفراش يكون طويل، ليس فيه حرج ولم يختل بها النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هناك مع الناس، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيز أن ينظر إلى أي امرأة، وهذا هو الصحيح في هذا الباب إن شاء الله. وما جاء أيضا أنه كان يذهب إلى أم سليم رضي الله عنها وكان ينام على فراشها، وقصة جمعها لأرق النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. فهذا أيضا قال ابن الأئمة قال كانت بينها محرمية لأنها من من الأنصار، وكان أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بهذا المعنى. فعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يختلي بغير محرم إلا والشيطان ثالثهما. نعم، ولكن تجد هؤلاء الذين اجتمعوا في الشيشان وغيرها، هؤلاء عندهم خلوة بالنساء وخلوة بالمردان وخلوة، الله المستعان. نعم. أما كونها أنها خصائص، بعضهم قال أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية، وهذا ليس به صحيح ولم يقبلها العلماء رحمة الله عليهم. باب ما جاء، قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح معروف عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة درب صحيح معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله لك وبارك عليك، العلى للاستعلاء، كأنه جعل الله لك بركة وتغمدك ببركته، يعني غطاك عليك، جعل البركة عليك أو عليكما من جميع الجهات. ففيه لا شك أنه يعني مبالغة أو طلب الزيادة للخير لمن يبرك له، وجمع بينكما في الخير. وهذا الدعاء أيضا معنى كبير، له معنى كبير جدا. إذا كانت المرأة والرجل يجتمعان على الخير يتربى الأولاد بينهما على خير، لكن إذا كانت المرأة مخالفة أو الرجل يكون منفلتا دينه ولا يجتمعان على خير، فلا يادم بينهما الحب وكذلك المودة، وربما يحصل بينهم خلاف. كذلك لو كان هناك خلاف فالأولاد أيضا قد يتأثرون بهذا الخلاف. جمع بينكما في الخير، وهذا وارد في الحقيقة، قد يكون المرأة تشجع البنت على شيء الوالد لا يريد وكذا، فهذا معنى كبير جدا، فيجب أن يتفق على أننا لا نجتمع إلا على خير. نعم، كان شيخ لنا محمد الأودن، ما يعرفه حتى كثير من الإخوان، ها في مصر، مصري، وكان يدرسنا هنا في الدراسات العليا، رجل ما شاء الله عمره كبير وجاء وأدركناه وهو كبير. فكان يقول كان أخ لي أو تزوج، فطول الحياة كانوا على خير، مرة اختلف مع زوجته ما أدري على إيش، وزوجته أيضا قد تشددت معه، فناداها أمام أهل بيتها وبيتنا وقال تعالي اجتمعنا بكلمة الله، خلينا نفترق، كان بالصلح هكذا بالحب والكرامة. قال الآن أرى أن قلبك قد تغير وقلبي أيضا تغير عليك، فلنفترق كما اجتمعنا بكل حب وكرامة. فهي سكتت شوية ثم بكت وقالت لا خلاص يعني إن شاء الله. فالإنسان في الحقيقة يعني العاقل بدل ما يسب ويضرب ويرمي وكذا وكذا، يعني إذا كان لا يمكن هذا نوع من التخويف، مو كذا، قال إيش رأيك لو تفارقنا ربما يكون. فالمرأة التي تحبك أو التي تحبها بالفريق لا تريد أن تفارق، لا تفارق. فإن شاء الله بهذه الصورة جمع بينكما في خير، وإذا كان حصل بينهم خلاف
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل الخلاف بين الزوجات بين أزواجه وهو صلى الله عليه وسلم، فغضب عليهن لا شك فيه وآلى ألا يدخل علينا الشهر، لكنه اختلى في علية يشرف على بيوتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تهجرها إلا في البيت، وبقي شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم هناك. ثم نزل بعد 29 ليلة، فقالت عائشة الليلة 29، قال الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. فالتأديب العاقل هكذا، وإن كان جاء فيه اضربوهن لا شك فيه، لكنه هل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما أو امرأة؟ لا، جاز لك تضرب، لكن ودونها مندوحة أنك تنظر إليها نظر شجر، أو تقول الآن قد تفارقنا أو قد حصل شقاق بيننا وبين قلبنا وكذا، خلينا نتفارق. المرأة ما كل واحدة تريد أن تكون كل يوم في بيت جديد، ما هو كذا، فينبغي للعاقل أن يستعمل ما يكون بينهما اجتمال الخير. نعم. قال ثم بعد ذلك قال وجمع بينكما في الخير. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، كان إذا رفع الأصل الرفع في الحقيقة يعني كان فيه دعاء للالتئام والتوافق والمودة، لأن أصله الرفع رافا واو، لعلكم ما تعرفون هذا، في اصطلاح الخياطين كلمة اسمه رفع وكلمة خياطة، إذا كان شق مثلا حصل هنا فيمسك ويخاط في الطول هذه خياطة، لكن إذا حصل الخرق مثلا فيملؤونه بالخيط هذا رفع، فالرفع يعني كأنه تلم أو تجمع ما تفرق من الثياب، فكان إذا رفع أي إذا دأ بالاجتماع وبالمحبة والمودة فكان يقول بهذه اللفظة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفع غير والرفاه غير، الرفاه الجاهلية ماذا كانوا يقولون إذا تزوج الرجل؟ فكانوا يقولون بالرفاه والمنين، يعني هالة تكون أنتم في الرفاهية رفاهية وفي الطرف، والبنين لا البنات، لأن طيب إذا ما جاءت البنات منين يأتون البنين؟ لكن أقولهم هكذا سبحان الله، كانت جاهلية بالرفاه والبنين. لماذا؟ يعني لا تأتي البنت، كان إذا بشر أحدهم بما ضرب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا الظاهر كان فترة معينة من الجاهليين، وإلا ما نظن، وإلا من أين كان يأتي لو كانت قتلت كل النساء وفي بعض القبائل. فعلى كل حال كان من خطأهم أنهم كانوا يدعون له بالرفاه والبنين، يعني تأتي تكون مذكرة، المرأة تكون تأتي بالذكور ولا تأتي بالأنثى. ثم بعد ذلك قال باب ما يقول إذا دخل على أهله، إذا دخل على أهله على زوجته أو زوجه، الفصيح الزوج، زوج المرأة وزوج الرجل. نعم. ويأتي كلمة زوجها أيضا على قلة، وكان شيخنا أمين الشنقيطي رحمه الله كان يأتي بالشعر قال على قلة يأتي، أنا أذكر أنه كان على إنما يسعى ليفسد زوجتي أو كذا بهذا المعنى، قال يأتي لكن قليل هذا في كلام العرب، وزوج المرأة وزوج الرجل. فإذا دخل على أهله على زوجه هو بمعنى زوجته. قال حدثنا ابن أبي عمر هو عدني الذي مضى بنا، قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي عن منصور وهو ابن المعتمر عن سالم بن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس ثقات معروفين، كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أتى أهله كناية عن جماعه بها أو جماعه معها، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قضى الله بينهما ولدا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان، وفي رواية أخرى لم يضره الشيطان أبدا، هكذا جاء فيه.
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان. لا شك أن الشيطان لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فلذلك الشيطان لا يغفل في مثل هذه الحالة في الحقيقة، فيجب على الإنسان أن يكون عاقلا في هذه الحالة ويقرأ هذا الدعاء المبارك. والستر ما بين، كما جاء في حديث آخر، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، فإذا يكون له حصانة وحراسة من الله تبارك وتعالى حتى لا يقدر أن ينظر، فضلا أن يتدخل في ما يلي. وقالوا إنه ربما إذا لم يقرأ أو لم يقل هذا الدعاء وجاء من قول مجاهد وغيره، هذا قول هكذا قال أنه يلتف الشيطان في ما إهليله فيجامع معه زوجته، هذه كلها لا كلها هذا ليس له، ليس في حديث مرفوع، هو من قول مجاهد لعله يكون أخذ من كتاب أهل الكتاب وغيرهم، لكن لا كلها لا شك أنه يدر يدل الحديث بمفهومه أنه إذا لم يستعذ بالله وبهذا الدعاء ربما الشيطان يتدخل فيما يرزقه حتى في جمائه أيضا، لا يكون جماعا ممتعا، أو فيما رزقه من الولد فيما بعد إن شاء الله، فيما فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. ما معنى عدم الضرر؟ هل يخرج الولد معصوما؟ لا، قالوا هناك المعنى العام أو الواضح أنه إذا كان مسلما إن شاء الله لا يرتد ولا يكون كافرا، أو قالوا إنه لم يضره بعض الأمراض التي هي من مس ووخز الشيطان مثل ما يقولون أم الصبيان وغيرها، لم يضره الشيطان، وليس معناه أنه لا هو دائما يكون معصوما وليس يخطي أو الشيطان لا يقدر عليه، هذا ليس هو المعنى المطلوب. قال الحافظ: اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم، اتفقوا على أنه ليس عاما في كل شيء، أنه لا يضره الشيطان أبدا لا في دينه ولا في دنياه ولا في صحته مثلا، يعني اتفقوا على أنه ليس عاما على ما نقل القاضيات، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال في من صيغة النفي مع التأبيد لم يضره الشيطان، وكان سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني، إلا من استثني كأنه يشير إلا عيسى عليه السلام كما جاء في الروايات أنه يطعن الشيطان بمجرد ما يخرج من بطن أمه فيستهل صارخا كما جاء في الحديث فيستهل صارخا. أما عيسى عليه السلام فقد قول دعوة زكريا: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فقبل الله دعوته فلم يقربه. فعلى كل حال هنا أنواع الضرر كثيرة، لكنه يطعن الشيطان، ربما يطعن وهو يكون قد أخذ هذا الورد في هذه الحالة لا بأس فيها، قالوا ليس بلازم أن لا يطعن. ومن الغريب أنهم قالوا أنه فيستهل صارخا، أن الأطباء يقول لابد أن يكون الولد حينما يخرج من بطن أمه لابد أن يصرخ ويصيح حتى يعرف أن تنفسه سليم، وإلا يخاف عليه الموت. ولذلك ترون أنه إذا لم يصح الولد فيقلبونه يعلقونه على رأسه أو برجله وكذا إلى آخره حتى يصيح. فهذا أيضا كان الله تعالى قد استخدم لنا الشيطان في هذه الحالة ليستحل صارخا. على كل حال نعم، فأما معنى أنه لم يضره الشيطان أبدا كما جاء في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بمعنى والله أعلم الإغواء عن الدين ورده عن الدين فيكون مرتدا، لا يقدر على هذا إن شاء الله. ولا يقال إنه لا يقربه الشيطان مطلقا، قد يكون بقدر الله تعالى يتمكن في بعض الأمور ويغويه. نعم. قال بعد ذلك قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح،
ثم قال: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. نعم، ليس هناك أي شهر، لكن ما دام وافق ما فعل الصحابة أو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مستحبا، والله أعلم كما يأتي الحديث. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار الثقة أنه قال: حدثنا يحيى ابن السعيد وهو يحيى ابن السيد القطاني قطان ابن السيد القطان قال: حدثنا سفيان، هنا سفيان الثوري، عن إسماعيل، ليس سفيان بن عيينة إنما هو سفيان الثوري، سفيان بن السعيد بن مسروق الثوري الثقة، عن إسماعيل بن عمية أيضا ثقة سبت، عن عبد الله بن عروة وهو أيضا من الثقات، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشة نورة بن الزبير رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. نعم، تزوجني في شوال وبنى بي في شوال. ظاهر بنى متى؟ في السنة الثانية من الهجرة، ويكون قبل هذا يكون قد خطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وقصة معروفة أنها تزوجها أو زوجها أبو بكر وهي لم تبلغ الحلم، ثم يعني في السنة الثانية بنى بها صلى الله عليه وسلم، وكانت هي كما في الصحيح جاء أنها كانت تلعب مع الجواري، فنادته أمه رومان فجاءت وهي تحفز نفسها، فأسلمتها أمها إلى نساء من بني الأنصار، فأصلحناها وغسلناها وكذا وقدمناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بنى بها، هذه كناية، معناه دخل بها، أي دخل بها ليلة الدخول أو نهار الدخول. نعم، وكانت عائشة هذه بنى بها. نعم، بنى هذه معروفة باللغة العربية، الشاعر يقول: بنيت بها ليلة المحاق فكانت حياتي كلهن محاق. المحاق الأيام الليالي التي يغيب فيه القمر، ما هو كذا يومين أو يوم واحد على الأقل. بنيت بها ليلة المحاق فكانت حياتي كلهن محاق، يعني ما طابت حياته معها، كلها ظلام وظلام. نعم، كانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، فاستحباب عائشة رضي الله عنها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسبغ لباس الاستحباب على هذه المسألة. نعم، باب ما جاء في الولي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل، وإن كان لا تعرفه وتفرد به الثوري عن إسماعيل فكلهم ثقات أثبات جبال. باب ما جاء في الوليمة. الوليمة مأخوذة من الولم، وقالوا الولم بمعنى الاجتماع، فكأن هذه الدعوة التي تكون للطعام لاجتماع الزوجين أو بعد اجتماع الزوجين، ولذلك قالوا لا تكون الوليمة إلا بعد ما دخل الزوج على زوجته. نعم، وهنا ذكر عدة أشياء بالمناسبة. قال النووي: وعلم أن العلماء ذكروا أن الضيافات ثمانية أنواع، يعني الدعوات والولائم أن الضيافات ثمانية أنواع. الوليمة يقال للعرس، والخرس بالسين، ويقال بالصاد المهملة أيضا للولادة والإعذار، يعني إذا كان ولد لأحد ولد فيدعو الناس عليه فهذا يسمى الولادة. كيف ولادة؟ عقيقة ولا الولادة؟ ربما كانت العرب يوم ولد، أما العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سنها يوم السابع، مو كذا؟ فربما يوم الولادة كانوا يدعون الناس إذا ولد له ولد، فكانوا يسمونه خرصا، ما ندري بأي معنى خرص، أخرس الخرص. والعذار للختان، يعني كان إذا اختتن، والعرب كانوا يختتتون وهو يعني ملك الختان، ما هو كذا كما قالوا. فأن نعم، فكانوا يدعون الناس ويسمى هذا عذار. والوكيرة للبناء، الوكر وكر الطائر، مو كذا؟ كان بهذا المعنى، إذا بنيت بيتا فبهذه المناسبة فرحا أنت دعوت الناس، وهذه الدعوة هذه الوليمة تسمى
وكيرة، والنقيعة لقدوم المسافر. ذكروها هذا لقدوم المسافر عامة، وأخذها المسلمون بدعة النقيعة لوصول الحجاج. قالوا بعض الإخوان السوريين، والشيخ الألباني نفسه كان يحكي، وأظن كتب هذا في بعض كتبه ولا ما كتب، قال إنرا في سوريا الحاج لا يدخل بالبيت إلا يذبح الذبيحة ثم يتخطى هو الذبيحة ويدخل. هذه يعني يسمونها الظاهر قدوم المسافر عامة، والحج خاصة كانوا يفعلون، وهذه من البدع التي ذكروها. مأخوذة من النقع وهو الغبار، فأثرن به نقعا، فجاء وهو مسافر عليه أثر الغبار. ثم قيل إنه إن المسافر يصنع الطعام، وقيل يصنعه غيره له، والعقيقة هي مسابع الولادة. فهمنا من هذا أنه يوم الولادة الذي هو الخرس، والعقيقة يوم سابعه، والوضيمة بالضاد وكسر الضاد، يعني الطعام عند المصيبة، إذا جاءت المصيبة فكانوا يدعون الناس يطعموهم، والله المستعان. والمأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب، المأدبة نعم. والوظيمة من هذه الأنواع الثمانية ليست بجائزة بل هي حرام عند المصيبة. إذا كان لإطعام الفقراء والمساكين صدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب إذا كان بهذه الصورة، والله أعلم قد يكون، لكن إذا كان يدعو الناس وقد أثقلته المصيبة ثم يثقل نفسه بدعوة الناس، الله أعلم قد يكون. ولكن قال المصنف النووي والوظيمة من هذه الأنواع الثمانية ليست بجائزة بل حرام نعم. والوليمة حق وسنة ولا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوليم ولو بشاة، ومن هنا أخذوا وجوب الوليمة ولو بشيء حتى لو لم يكن فيه لحم، فكان وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه صفية سمن وأقط وتمر، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسطت على النطع. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال ما هذا، وفي رواية البخاري مهيم. مهيم فسره ابن القيم رحمه الله كتابه بدائل الفوائد، عنده بعض يعني كلمات شرح كلمات لغوية أيضا، فقال مهيم أصله ما هو الأمر يمر، ما هو الأمر يمر، مهيم اختصار، إيش عندك مو كذا، ما هو الأمر يمر مهيم، هو في صحيح البخاري بهذه اللفظة، ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة، ولو بشاة لو هذه للتقليل أو للمبالغة، لا الظاهر تقليل، لو كان زاد على هذا لا بأس بها، لكن أقل شيء بشاة إذا قدر. وخاصة عبد الرحمن بن عوف قول النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما يكون قد جمع مالا ما شاء الله كثيرا، وكان ذا بركة في التجارة، ولما كان آخى بينه وبين من النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع، أظن سعد بن الربيع آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال هذه زوجتي زوجتي اختر يداهن وهذا نصف مالي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، فذهب وضرب في السوق فرجع بشيء من السمن، ثم كل يوم كان يذهب، فبارك الله في ماله وكان ذا مال كثير بفضل الله. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد أحنى عليكن من عبد الرحمن بن عوف، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأخذهن ويحججهن ويسكنهن في شعب لا يدخل عليهن، وهكذا جزاه الله خيرا على كل حال. فهو كان ثري، ولذلك قال ولو بشاة، يعني أقل شيء بالنسبة له، لو زاد ولا يكون إن شاء الله إسرافا فيه، لكن الإسراف في كل حال لا يكون مطلوبا. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير ابن عثمان، يعني في باب الوليمة،
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نوات من ذهب كم وزنه؟ وزن 3 دراهم و3/3. وقال إسحاق الظاهر هو إسحاق ابن راهوي قال هو وزن 5 دراهم و3. يعني اختلف الإمام أحمد رحمه الله وزن نوات من ذهب وزن 3 دراهم و3، وقال إسحاق هو وزن 5 دراهم و3. نعم. والله لو خرج وهو ينوي أن يرجع إن شاء الله ولم يطوف طواف الوداع جاز، لكن إذا طاف طواف الوداع ثم خرج ثم جاء وآخر خرجته إذا كان يطوف فهذا أفضل. يقول الأخ متى يقال في الحديث متفق عليه ومتى يقال الحديث في الصحيحين؟ الظاهر كله سواء، والله أعلم، ليس بينهما فرق متفق عليه أو جاء في الصحيحين، لكن قد يقال جاء في الصحاح هكذا فقد يختلف، قد يعنى به صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة وغيرها، لكن إذا قيل الصحيحين فهو يساوي متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم. ما حكم الدف يوم العيد؟ وهل يشرع صرف الدف أمام المحارم، ضرب الدف أمام المحارم من الرجال؟ لا بأس، والله أعلم. هذا يعني تذكرون أن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر مر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مستجع في بيت عائشة رضي الله عنها، فقال أمزمار من مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال دعهما يا أبا بكر يا عمر يا أبا بكر فإنه يوم عيد. فالظاهر يوم عيد أيضا ضرب الدف جاز إن شاء الله، لكن من الذي يضرب؟ ليس الرجال، أكثر شيء إذا كان النساء فيما بينهن أو الجواري الصغار، وكما قال مالك رحمه الله ما يضرب الدف عندنا من الرجال إلا المخنسون. نعم مخنث، فالرجال ليس لهن الدف. ولا أحد الشعراء الهند إقبال تعرفونه يقول تعال أقول لك، يعني تقدير الأمم ليس في الطنابير ولا في المزامير، إنما في السيف والسنان. نعم تقدير الأمم هكذا يقول، يعني الله قدر أن تكون الأمة التي تملك السيف والسنان هي التي تنجح. أنا كنت أفكر في الحقيقة لا شك أن هذا الشيء هو الذي ينبغي للمسلمين أن يعتنوا به كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان شهر وشهر ولا يوقد في بيته نار، لكن ذوالفقاره صلى الله عليه وسلم ورمحه كان مستعدا. صحابة علي رضي الله لما قال له هل تصدق شيء؟ قال ليس عند شيخ، أين درعك الحطمية؟ فالمسلم مستعد.